المشكل تاع البوليس الجزائري كان شويه قاسي مع الجمهور تاع الرجاء. هذا على كل حال بالنسبه لي حاجه عاديه تقدر توقع في اي بلد، وما لازمش نضخموا الامور، ما لازمش ننساو الجميل اللي كاين بين الشعبين الشقيقين ونحكموا على الاشياء الثانويه ودي شوز اكسيبسيونيل. خاطش ممكن يكون الفريق الجزائري، اي فريق جزائري يلعب في المغرب، ممكن يكونوا هذه الاشياء من هذا النوع. ما لازمش تاثر على العلاقات الاخويه بين الشعبين. دوك نقولوا الامن، الامن هي هل ترى الامن يكره الشعب المغربي؟ يا هل ترى اذا كان عنده علاقه من هذا النوع، عنده علاقه الا مع الشعب المغربي، احنا مع الشعب الجزائري بيناتنا كاين هذه الاشياء تحدث. دوك الا كاين غلطات من طرف او اخر، ما نضخموش الامور. ما ننساوش الجميل اللي كاين والعلاقات القديمة جدا بين الشعبين. أنا هذا هو الرأي تاعي، ما ندخموش الأمور. أنا نهضر لك بصراحة، شوف أنا نظن باللي أحسن علاقة الجزائرية اللي كاين مع العالم العربي هي المغرب.